الأهلي المصري بايرن ميونخ الألماني كأس العالم للأندية نصف نهائي، وين شاهدنا كانت مباراة كانت شيقة، يعني وين الأهلي أمام البايرن ميونخ، وين أسال العرق البارد نقولوا باللي أسال العرق البارد، لأن تشوف النتيجة شاهدنا كيفاش كانت المباراة كانت شيقة، وين شاهدنا كل مدرب يعني المدربين وين كل مدرب شاهدنا كيفاش الأهلي اللي تخلى بخطة 3-4-3، شاهدنا بايرن ميونخ اللي لعب خطة 4-4-2، شاهدنا كيفاش محمد شناوي في الحراسة، محمد هاني، أيمن الأشرف، بدر بنونة، اللعاب اللي قدم كل شيء في هذه المباراة، علي المعلول، حمدي فتحي، عمرو، شاهدنا حسين الشحات، محمد المجدي، الطاهر، محمد كهربا، ياسر إبراهيم اللي دخل في الدقيقة 28، شاهدنا أليو اللي دخل في الدقيقة 70، صلاح محسن 69 اللي دخل في الدقيقة 69، شنا كيفاش كانت شنا بايرن ميونخ، يعني وين نيير، وين بنيامين، جيروم، دافيد، ألبا، ألفانسو، جاو، شنا مارك، يعني شنا روبر، توماس، مولير، يعني كنقولوا إيراك، ماكسيم، يعني نقولوا بلي كانت المباراة تاع بايرن ميونخ الأهلي كانت مباراة في القمة، مباراة يعني نصف نهائي بمعنى الكلمة، يعني أداء من الأهلي، أداء يعني كل نادي قدم كل ما يملك في هذه المباراة، وش أن الأهلي يعني حاول بكل طرق من أجل العودة في النتيجة، من أجل تعديل النتيجة، شأن رغم أن نقولوا بلي بايرن ميونخ اليوم نقولوا تلاقى بفريق عربي، فريق مصري، نادي مصري، الأهلي المصري، يعني وين لعب بقوة، لعب بدون مركب نقص، يعني أمام نادي في أحسن بطل أوروبا، أحسن نادي في أوروبا، يعني نقولوا باللي اليوم وين الأهلي يعني لعب بقوة، لعب من أجل الفوز ليس من أجل تفادي الخسارة أو أشياء أخرى، يعني كانت المباراة شأن مباراة وين في الشوط الأول وين نقولوا الأهلي كان عنده فرص، الشوط الثاني كذلك لولا نقص الخبرة يعني أمام بايرن ميونخ، فريق عريق، فريق اللي عنده تقاليد أمثال الأهلي، كذلك الأهلي فانيك فريق عريق عنده تقاليد، عنده هذه هي المباراة وين شأن كيفاش هدف في الدقيقة 17 ليفاندوفسكي اللي سجل في الدقيقة 17 يعود ويسجل في الدقيقة 85 الهدف الثاني ليفاندوفسكي في الدقيقة 85، وإن هذا هو النصف النهائي الأهلي المصري 0 بايرن ميونخ، هدفين من إمضاء ليفاندوفسكي في الدقيقة 17 والدقيقة 85، كأس العالم للأندية صحيح.